جدارية تحفظ تراث وحضارة سوريا. هكذا كان الشكل النهائي لسور كنيسة القديس نيكولاس بالنزة بعد ترميمها ضمن الفعاليات التي حملت شعار دمشق مدينة مبدعة. هي فعالية جديدة، فعالية مبدعة أيضا، تدعم يعني مثل ما قلنا ترشيح ملف دمشق للانضمام لشبكة المدن المبدعة. مثل ما عم نشوف العمل هذا بيأكد أنه اليوم سوريا رح تبقى منارة الشرق بتنوعها، والأهم من هيك رح تبقى كنائسنا وجوامعنا، مثل ما هي جامعاتنا ومدارسنا ومراكزنا الثقافية رح تبقى منارة، يعني منارة إنسانية دينية اجتماعية. دائما ندعو إلى الحفاظ على آثارنا، ندعو إلى الحفاظ على ثقافتنا، وندعو إلى على الحفاظ على حضارتنا. نحن في سوريا، تعرف سوريا هي بلد الحضارات وبلد الثقافات وبلد المحبة وبلد السلام. ليش؟ لأنه من سوريا راحت، من أنطاكيا ذهبت السلام إلى العالم، ومن أنطاكيا ذهبت المحبة للعالم. علمنا الناس المحبة وهم يقتلونا، وعلمناهم السلام وهم يعادونا، ولكن نحن باقون في هذه الأرض، متجذرون في هذه الأرض، لا يستطيع أحد أن يقلعنا، وهذه آثارنا. نحن من أكثر من سنتين عنا هالفكرة موجودة أنه نحن نعمل شيء حلو وجميل على سور الكنيسة. عملنا من الأعمال النحت الطيني ومن التعتيق، واشتغلنا فيها مراسم الكنيسة، تعبوا فيها مع بعض الشباب الموهوبين علي الشمالي والياس الفرح، هل اشتغلوا فيها وعملوا وتعبوا لحتى قدرنا نوصل لهالجمالية. نحن الهدف منه أنه أول شيء نعمل تجميل لمنطقتنا، وبيبقى دائما ذكرى نحن يعني الآثار والحضارة هي بقلوبنا وما بنقدر ننساها أبدا. فهذا الفكر أنه نحن نعلم أولادنا وأجيالنا إذا مرقوا من أي شيء إرني يتعلموا شيء. الاحتفال تضمن جولة على الجدارية المنحوتة على سور الكنيسة وفقرة فنية قدمتها فرقة تخت شرقي. جدارية جديدة تحمل بصمة سورية تنبض إبداعاً وحياة.